منين أجيب ناس لمعنى تلك المؤيد إذا حفظ العلوم وتلو الحادثة اللي جرت الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي الاسم أدهم لكين النقب شرقاوي الاسم أدهم لكين النقب شرقاوي موال أهل البلد جيل بعد جيل غنوا كان في البلد باش أغا حاكم لكن غدار سخر أهل البلد في زرع كلين ونهار اللي خلفه يا ويله كان عذابه شديد حاكم بأمره ومستعبد كبار وصغار الخلق في العزبة كانوا مظلومين جعلين والباش أغا كان حارمهم من الطعام مساكين وكان كبير البلد الحج الشرقاوي راحوا عشان يشتكوا له من الظلم والظلم وبسرعة وصل الخبر للباش أغا الغدار وصل أوام خطته مع شلة الأشرار وقال كبير البلد الحج الشرقاوي في وسط أهله وناسه ينضرب بالنار البنت قالت لأبوها عالخبر دغري داني الأغاوي منه جيت أجي ندر علي يا أبويا إن خدتني بطاري لسق البلد شهدي ووفي للحسين ندري سمع الكلام قال اشهدوا يا ناس المدة أحسن لنا لا والشرف ينداس قبل ما يخلص كلامه جاله عير صايب ومات كبير البلد والفاس وقع في الراس أدهم دخل مدرسة سنه كان 12 وتنه في المدرسة لما بلغ 18 وهو في السن ده جاله خبر عنه على منه مات والتلامذة قولوا واتكلموا قالوا له يا أدهم بتبكي والبكا ده ليه قال ده انا عمي اتقتل برصاص غدار من ناس قلوبهم حجر اسياء وجبار قالوا له احنا معاك
الحلوة والمرة ده احنا حياتنا يا أدهم بقت خلاص مرة دلوقتي آني الأوان والدنيا قال تحرم الراحة طول ما الخونة دول عايشين ويحرم النوم علينا وهم موجودين أنا أدهم اللي حيخدم أهله وبلاده أنا أدهم الحر أهلي كلهم أدهم دخل قصري أغاب الليل وفي الخزانة شاف الذهب عند الأغاب الكيل وقال يا باش أغا أنا هو أهو كله بحساب المال يا ظالم حيرجع تاني انت يا باش اغا حسابنا حساب حسابنا لسه لسه تقيل راح في البلد قال لهم يا ناس دلوني اللي قتل عمي فين للطريق وروني يا ناس دلوني راح دوري عالبش أغا والسلاح في ايديه رصاصه في تلاتة كانوا ملمومين حواليه وبعزم صوته سرق أنا لسه طار عمي حضرية حكومة البلد على طول وقبضوا عليه وجه معادي المحاكمة في محكمة جنايات وتلمت الخلق رجالة على ستات حكموا عليه بالمؤبد عالقاضي رد وقال أنا قصاد عمي ما يكفيني أهل البلد كان حداهم العدية وكانوا ناس كلهم أعيان وأغنية دفعوا لأدهم بدل الجنيه مية واستأنفوا الحكم أصبح سجن ست سنين وفي يوم وليلة صبح أدهم مال مساجين في السجن أدهم قعد وما كانش ولا هم غير إنه يبحث ويعرف مين قتل عم ولما عرفوا ناداله وقال له تعالى لي أنا عشان أعرفك كان التمن غالي تعالى 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 ياللي عليك العين بتدور يا شبه قنديل في وسط البيت ومنور لو كنت عطشان
اجيب ماء الزلال واسقيك، وان كنت عريان اجيب لك من الحرير واكسيك، وفي لحظه خلص عليك وخد بطار أدهم. ليه قتلته؟ ليه قالوا انتوا لما قتل عمي عملتم ايه؟ لما قالوا له يا أدهم ليه قتلته؟ ليه قالوا انتوا لما قتل عمي عملتم ايه؟ حكموا عليه ينسجن وحده في زنزانة. آمين تناوي انفرد مهام زنزانة، وقع حطامها وهرب والبحث جاري عالي. أدهم لما هرب ناس من العرب قبله واستقبلوه بالكرم من وقت ما عرفوه، وما حكى قصته على مسمع العرباط، وما حكى قصته على مسمع العرباط قالوا له تسلم ودغري في الخيام. وصل الخبر للأغابات الأغاصة خارات، قال للغفر دوروا عنه في كل مكان، راحوا لأدهم قابلهم بملابس العرقان، قابلهم بملابس العربان، قالوا يا شيخ العرب ما جالكش شخص غريب، رد عليهم أدهم وقال رد شيخ العرب التفت قال له يا مرحبتين، اهلا يا زين الرجال يلي عليك العين، قال له يا شيخ العرب طريقي للصفاوي خلاص نويت ما ودعوه والكل قلبه عليه، فكر في بدران وهو في الطريق رايح، فكر في بدران وهو في الطريق رايح، رايح يطل عليه ده.
أدهم بسرعة وصل للصديق بدران. أول ما شافوا بكي وقابلوا بالأحضان قال له يا صاحبي أنا خايف عليك منه والبحث جاري عليك يا أدهم في كل بعد جواب الأغاوي يقول أنا أدهم إني قابلكم بلبس البدو معرفتوش وياما بكرة تشوف وياما بكرة تشوف من حيال أدهم إيدين عليكم وبس استقبلوه بالحرس حتى الطابور هز وطن رايح على تيه البارود هز استقبلوه بالحرس حتى الطابور هز كراكون شرف معتبر مخصوص عشان الأدهم الكل حياه ولا حدش هنا الخبر للباش أغا بعد السلاح ما تلام ويبات في ليلته في حيرة من نكد وإتهام راح الخبر للباش أغا بعد السلاح ما تلام في ليلته في حيرة من نكد والهم يا فرح قلبي بعد جواب للأغه وقال له فيه تاني أدهم في بيته تعالوا كلموا في البيت بعد جواب للأغا وقالوا فيه تاني أدهم في بيته تعالوا كلموا في البيت وفي لمحة البدء آمن هو جبارة متحصنة أدهم يا ناس كان جميل سبحان من صور لبس قميص سندسي منقوش ومقور أدهم يا ناس كان جميل سبحان من صور لبس قميص سندسي منقوش ومقور في إيده شمعة ونور للأعادي قالوله يا بنتي بلينا أدهم فين قال ده أدهم جمعانه من رجال ألفين وأنا بدي
اشوفه انا نقصت عيوني عين. نرجع لبدران وما في قلبه من الأسرار، وعشق بدران ده عشق بدران وحبه لست الضار. وفكر الباش أغا في حيلة لست الضار، فكر يجيبها ويحبسها حدا في الضار. بعت لها الباش أغا مع نصير العزبة، قالت له لا مش حروح ولو حنضرب بالنار. رجع بخير بتأمل للباش أغا ويقول رجع بخير، بتأمل للباش أغا ويقول مرضتش تيجي معايا ومخها مقفول يا فرحي. خواجة وراح يقابلهم عربي فرنساوي بكل لسان كلمهم، لبس ملابس خواجة وراح يقابلهم عربي فرنساوي بكل لسان كلمهم، ولا حد منهم عرف ان اللي قابلهم هو اللي مقصود عليه والدهام. بعد جواب للأغا قال له تلاقوني، لو تبحثوا في الجبل عني تلاقوني. بعد جواب للأغا قال له تلاقوني، لو تبحثوا جبل عني تلاقوني. اللي عايزني يجيني في الجبل بره، اللي عايزني يجيني في الجبل بره، أنا في انتظاركم تعالوا تعالوا معركة. وتفجر البركان كانوا ألوف من ضمنهم بدران، وضارت المعركة وتفجر البركان، والبرحة كانوا ألوف من ضمنهم بدران. بدران دخل عليه المغارة وقال له يا أدهم أنا صديق بلاش تقتلني يا أدهم، دي بنت عمك أسيرة في بيت الباش أغا أدهم، بات وجاب له طبيب علشان علاجه.
الكلام من صديقه قال يا جوز معقول وتنو رايح على بار الأغا على طول وشاف حصار البلد مهتم بحصارها وشاف حصار البلد مهتم بحصارها وما وصل سمعه بيزعق وكان بيقول ضروري أدهم يموت وينضرب بالنار ومصيره بكرة حقيقي من أجل ست الدار أدهم هجم بالسلاح ضربوا عيار صايب ولما شاف بنت عمه قالت له وين القصار خد بنت عمه على بارها يوصلها وحكيت له علي علي في بالها وعلي ما دخلها يا حزن أبي بدران يا ناس من زمان بيحب ست الطار والبحث جاري عليه كان عندها في الطار بدران يا ناس من زمان بيحب ست الطار والبحث جاري عليه كان عندها الوالي دغري أمر علشان يجيب بدران وأمره يكتب صديقه لو كان في أي مكان وأمره يقتل صديقه لو كان في أي مكان مضراً بقى دنيا غير الدنيا من الأفكار مضراً بقى دنيا غير الدنيا من الأفكار قعد يفكر فخو أدهم والست الضار يا حزن قلبي وراح له تاني وكان الوقت لسه انهار وابنه أدهم وقال له هلت الأنوار وراح له تاني وكان الوقت لسه انهار وقبله أدهم وقال له هلت الأنوار ولا كانش يعرف صديقه إنه حيكون والكل آخر نهاية الزمان طوال قال له صباح الخير أنا جيت يا باشا أنا جبت لك الفطور ونسيت أجيب لك العشاء
قال له يا خوفي يا صح يا بدران ليكون لي ده آخر عشان. وفي لحظة داس عزنا طلع يتعير صايب لك الفطور وانا استنى ما عاد عشان. تعيش العمر بعديا لا يوم تآمن لمخلوق ولا تبكي عليه. أمانة يا من تعيش العمر بعديا لا يوم تآمن لمخلوق ولا غضبي وفات الدنيا قبلي غدر بصح اللي كان روح وضايع عني. ومنين أجيب ناس لمعنى الكلام يتلو شبه المؤيد إذا حفظت علوم وتالو الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي الاسم أدهم لكن النقب شرقاوي